مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم في تغطية إخبارية جديدة هنتابع فيها مع حضراتكم تفاصيل حالة الطقس واهم الظواهر الجوية اللي هتشهدها مصر خلال الساعات القليلة القادمة. طبعا هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع ان يشهد الطقس خلال الساعات المقبلة ارتفاع في درجات الحرارة ليشهد طقس حار نهارا على اغلب الانحاء، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الانحاء. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية، إحنا بينضم لينا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا بيكي استاذه منى، واهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع. يعني يا دكتور في البداية عاوزين نفهم من حضرتك إيه اللي بيحصل في الطقس، يعني يا دكتور خاصة إن في موجة حارة حاسين بيها بدأت دلوقتي والمفترض إنها كمان هتشتد غدا. هو بالفعل يمكن احنا بدأ قيم درجات الحرارة ترتفع، يمكن اليوم درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى هترتفع عن الأمس بمعدل من 3 ل 4 درجات بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية. الكتل الهوائية الصحراوية دي بتؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة لأنها بتكون مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. كمان في طبقات الجو العليا في امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده دايما بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة، فبالتالي ده اللي هيؤدي ليه ارتفاعات في قيم درجات الحرارة اليوم. لكن اليوم قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بأرقام طفيفة، يعني الارتفاعات مش ملحوظة بالشكل الكبير، لأن احنا من بكرة إن شاء الله الثلاث متوقع ان قيم درجات الحراره ترتفع بشكل ملحوظ وتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 10 درجات، ده بكره الثلاث ان رقم شاء الله. كبير جدا يا دكتور، 10 درجات مرة واحدة هترتفع درجات الحرارة بها غدا. بالظبط، هيبقى عندنا الارتفاعات الثلاث والاربع بشكل كبير، يمكن دول اليومين اللي هنحس فيهم بالارتفاع الكبير في قيم درجات الحراره. ذروة الارتفاعات يعني أعلى درجة حرارة هنسجلها هتكون يوم الأربعاء إن شاء الله، واللي فيها العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 40 درجة مئوية خلال فترة النهار. لكن هنا دي طبيعة فصل الربيع، احنا عادة في فصل الربيع ما بنشهد موجات ارتفاع في قيم درجات الحرارة بتكون فيها الارتفاعات ملحوظة بشكل كبير، يعني احنا بكرة الثلاث الارتفاع هيكون عن النهاردة بحوالي من 6 ل 7 درجات، فده ارتفاع ملحوظ في قيم درجات الحراره. مزيد من الارتفاعات يوم الاربع، فتحديدا الثلاث والاربع وكمان يوم الخميس، رغم ان قيم درجات الحراره الخميس هتنخفض اقل من يوم الاربع، لكن احساسنا بالطقس هيكون طقس شديد الحراره خلال فتره النهار، ودي تعتبر من موجات فصل الربيع اللي احنا دايما معتادين عليها. خلينا بس اقول ان احنا احيانا في الربيع في بعض حالات ارتفاع قيم درجات الحرارة أحيانا ممكن تتجاوز ال 45 درجة مئوية، ده معتادين عليه دايما في فصل الربيع، خاصة لما بنتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الصحراوية، ده بيخلي في ارتفاع كبير في قيم درجات الحرارة، وأيضا وجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا. النهاردة الطقس الحمد لله هو أقل من بكرة، فالطقس النهاردة لسه حار فترة النهار، وده بيكون تحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، يمكن احنا الليلة الماضية حسينا ببعض البرودة كانت موجودة في الجو، لكن الليالي اللي جاية تبدأ قيم درجات الحرارة الصغرى ترتفع، فتبدأ الأجواء البرودة فيها تقل وتتحول الأجواء المعتدلة تماما خلال فترة الليل، وده هيكون في معظم محافظات الجمهورية، لأن احنا كمان مع فترة الارتفاعات اللي جاية الصغرى فترة الليل ممكن توصل ل 24 و25 درجة مئوية، فالطقس مش هيكون فيه اي نوع من انواع البروده على الاقل في يعني ال 72 ساعه اللي جايه او الثلاث والاربع والخميس، اجواء معتدله فتره الليل بشكل كبير، خاصه فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. الملحوظ في الحاله الجويه خلال الايام اللي جايه هي الارتفاعات الملحوظه في قيم درجات الحراره والاجواء شديده الحراره خلال فتره النهار. نبدأ العنصر الثاني اللي معانا في الحالة الجوية هو نشاط الرياح. اليوم هيكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية، تأثيره بالأتربة والرمال المسارة هيكون في أقصى غرب البلاد، يعني في سيوة، مطروح، مناطق من السلوم هيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة. نشاط الرياح كمان مكمل معانا الأيام اللي جاية، هيكون في نشاط للرياح على بعض الأماكن غدا الثلاثاء إن شاء الله في معظم أنحاء، لكن انخفاض كبير وتدهور في الرؤيه الافقيه هيكون في البلاد. يعني الاتربه والرمال المساره ويعني الرؤيه الافقيه تنخفض بشكل كبير، هيكون في الصحراء الغربيه وسواحلنا الشماليه الغربيه،
مع يوم الاربع سرعات الرياح تقل، فبالتالي هتكون في اتربه عالقه، مش نشاط رياح بقى مثير للمال واتربه، شوائب عالقه واتربه عالقه موجوده في الجو. وتكمل معانا كمان يوم الخميس ان شاء الله نشاط رياح مثير للرمال والاتربه في بعض المناطق. اللي احنا لازم نخلي من بالنا منه الايام اللي جايه هي الارتفاعات الكبيره في قيم درجات الحراره، بقدر الامكان ما نتعرضش لاشعه الشمس بشكل مباشر، لان ده هيزود احساسنا اكتر بقيم او بارتفاع قيم درجات الحراره. انا لو موجود في اماكن ظل هحس نفس القيم زي ما هي، لان نسب الرطوبه منخفضه، احنا بنقول كتل الهوائيه الصحراويه، فنسب الرطوبه الحمد لله وده رحمه ربنا بينا ان نسب الرطوبه منخفضه. فبالتالي انا لو احتميت في اماكن ظل ما تعرضتش لاشعه الشمس مش هحس بالارتفاعات الكبيره في قيم درجات الحراره. طيب قدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. طيب خليني اسالك يا دكتور، احنا سمعنا عن بيان صادر من هيئه الارصاد الليبيه بيقول انه غدا الثلاثاء هيتم غلق المدارس، وده بسبب سوء الاحوال الجويه سواء من ارتفاعات او ايضا عواصف جويه شديده. هل ده ممكن يوصل مصر؟ هو احنا طبعا اكيد بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، وفي بعض الكتل الهوائيه اللي هتاثر علينا في المنطقه الغربيه قادمه من ليبيا، عشان كده احنا بنقول بكره الثلاث تحديدا هيكون عندنا في المنطقه الغربيه بالفعل ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره، وهيكون عندنا اتربه ورمال مثاره ممكن تؤدي لتدهور كبير في الرؤيه الافقيه في اقصى غرب البلاد في المنطقه الغربيه، لكن باقي مناطق الجمهوريه الاتربه والرمال المثاره مش هتبقى واضحه فيها بالشكل طبعا اللي هيكون موجود في المنطقه الغربيه. بس خلينا ناكد هنا ان احنا معتادين على الحالات الجويه دي، يعني احنا معتادين على ارتفاع قيم درجات الحراره خاصه في فصل الربيع مع موجات ارتفاع في قيم درجات الحراره، وكمان معتادين على الاتربه والرمال المثاره. احنا دايما الربيع معروف بالمنخفضات الجويه او بالكتل الهوائيه الصحراويه اللي بتؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره، فده مش يعني هيصير قلق المواطنين، ناخد بالنا بس ونعمل احتياطاتنا بشكل كبير، لان يعني قيم درجات الحراره احنا احيانا في بعض السنوات الماضيه كنا بنسجل قيم درجات حراره اعلى من القيم دي كمان، فلا ان شاء الله ما نقلقش تماما، ناخد احتياطاتنا بس بقدر الامكان، لكن ما فيش قلق تماما من في الجهه الغربيه. يعني كمان احنا لو بنتكلم بس تاثير الارتفاع الملحوظ اللي هيحصل في ليبيا ممكن ياثر على المنطقه الغربيه بشكل كبير. توصل كام يا فندم العظمى غدا في المنطقه الغربيه؟ هتوصل على بعض الاماكن ل 40 درجه مئويه، انا عندي منطقه السلوم توصل 40 درجه مئويه، ده حد اقصى 40 درجه مئويه، بحد اقصى 40 درجه مئويه ان شاء الله. بس هي الفكره لو انا تعرضت لاشعه الشمس هحس بقيم درجات حراره اعلى من ال 40 درجه مئويه. عندنا مطروح ومناطق كمان من العالمين هتسجل ما بين 38 39 درجه مئويه، سيوه هتوصل ايضا لل 40 درجه مئويه، سرعات رياح مرتفعة تتجاوز ال 40 وال 45 كيلو متر على الساعة. عشان كده احنا بنقول المنطقة الغربية هي أكثر تأثرا بالأتربة والرمال المثارة، نأكد بس ده في المنطقة الغربية عشان الناس ما تقلقش في قطاعات الجمهورية. الارتفاعات ملحوظة هتبقى في كافة المناطق، يعني الارتفاعات هتبقى تشمل كافة المناطق وهتبقى ارتفاعات ملحوظة. يعني احنا غدا عظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، يوم الأربع 40 درجة مئوية، فعشان كده بس احنا بنأكد ناخد احتياطاتنا ومش هيكون في أي ضرر إن شاء الله من الموجة دي، وهي موجة مدتها الثلاث والأربع. يوم الخميس هتبدأ تنكسر تدريجيا أو تنكسر حدتها عشان نحس مع يوم الجمعة بالتحسن إن شاء الله في الأحوال الجوية، ويمكن كمان تبدأ فرص سقوط الأمطار تظهر معانا في بعض الأماكن من يوم الخميس وعلى مدار الجمعة والسبت. يعني ممكن هذه الأمطار يا دكتور تصل إلى القاهرة الكبرى؟ لا، فرص الأمطار بالنسبة للقاهرة الكبرى هتكون ضعيفة جدا، عندنا فرص الأمطار اللي هنبدأ نلحظها بشكل كبير يوم الخميس إن شاء الله في سواحلنا الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، نحس بيها أكتر مؤثرة أكتر يوم الجمعة في شمال بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مناطق من جنوب سيناء وسط وجنوب الصعيد، فإحنا بالتالي الأمطار مش هتبقى محسوسة في القاهرة أو المنطقة الشمالية بشكل. طيب قولي يا دكتور، امتى هنشهد مره اخرى استقرار في الاحوال الجويه؟ يعني هنرجع ل يعني طقس معتدل ومعدلات طبيعيه لهذا الوقت من العام؟ هو احنا طبعا خلاص احنا تدريجيا كل ما بنتقدم اكتر وبنقترب من شهر خمسه او كمان فصل الصيف بتبقى الاساس عندنا في قيم درجات الحراره اللي هي متجاوزه 30 درجه مئويه، اللي هي الارتفاعات في قيم درجات الحراره. احنا عاده في فصل الربيع بنسجل اعلى درجات حراره على مدار العام كله، وعاده ما بتتكرر موجات
ارتفاع قيم درجات الحرارة في فصل الربيع، احنا كمان بنسجل قيم درجات الحرارة أعلى من فصل الصيف في فصل الربيع، لكن مش محسوسة بسبب طبعا انخفاض نسب الرطوبة الكبير في فصل الربيع. فصل الصيف بيبقى فيه ارتفاع نسب رطوبة، فالطبيعي الأيام اللي جاية بعد الاستقرار أو بعد ما الاستقرار يبدأ في الأحوال الجوية من يوم الجمعة إن قيم درجات الحرارة تكون 29 30 31 درجة مئوية، وده وصفه وإحساسي بيه اللي هو الطقس الحار. فالطبيعي عندنا في الأيام اللي جاية بعد الارتفاعات الملحوظة إن احنا يبقى في طقس حار فترة النهار مائل للبرودة أو لطيف خلال فترات. يعني نقدر نقول للناس يا دكتور طلعوا اللبس الصيفي خلاص؟ ان شاء الله خلال الايام اللي جايه مش هيكون مشكله تماما، اكيد كلنا هنرتدي الملابس الصيفيه ونقدر نخفف الملابس فتره النهار، هي بس التاكيد هيكون مع يوم الجمعه والسبت والحد. لو انا بخرج فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر يفضل ما تكونش الملابس الصيفيه بشكل كامل، يعني حتى لو طلعنا الملابس الصيفيه تكون قطعتين من الملابس معانا جاكيت خفيف، لان البروده لسه مكمله معانا في بعض الليالي اللي هي ليالي ان شاء الله من الجمعه والسبت والحد البروده موجوده معانا، فبقدر الامكان ناخد بالنا بس من فترات الليل ونقدر نرتدي اللي احنا عاوزينه فتره النهار. والايام اللي جايه ان شاء الله الثلاث والاربع والخميس نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ومهم كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لازم واحنا خارجين نرتدي الكمامات، والقياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق المؤديه من والى المنطقه الغربيه، الصحراء الغربيه وصواحلنا الشماليه الغربيه. طيب مره اخرى يا دكتور، لن تؤثر هذه الارتفاعات الملحوظه في درجات الحراره على الاعمال اليوميه للمواطنين، ده صحيح؟ هي ان شاء الله ما تاثرش، لان احنا لسه بنقول احنا اعتدنا على قيم درجات حراره اعلى من كده كمان في السنه السابقه، ووارد كمان قيم درجات الحراره في فصل الربيع حتى انتهاء الربيع تكون اعلى من القيم دي، فما فيش اي قلق من الارتفاعات اللي موجوده. هي طبعا ارتفاعات ملحوظه وهنحس فيها بشكل كبير، لكن مش هتاثر تماما على الاعمال الانشطه اليوميه بس. طيب عايز اعرف كمان يا دكتور من حضرتك، هل في مؤشرات لطقس يعني شم النسيم خلاص كل سنه وحضرتك طيبه، فاضل عليه ايام قليله وايضا اعياد الاخوه المسيحيين كل عام وهم بخير يا رب، فكنت عايز اعرف من حضرتك هل في اي مؤشرات لطقس هذه الايام بدات تظهر من دلوقتي؟ هي المؤشرات المبدئيه عشان لو عاوزين نعمل خطط او اي سفريات هتبقى فتره الاجازه ان احنا قيم درجات الحراره هتكون حول ال 30، يعني ما بين 30 31 32 درجه مئويه، الاحوال الجويه هتبقى مستقره بشكل كبير ان شاء الله، الاجواء الحاره فتره النهار ما بين المعتدله والمائله للبروده فترات الليل، ودي في مناطق من القاهره الكبرى اغلب المناطق الساحليه ان شاء الله يكون عليها استقرار في الاحوال الجويه، لكن دي تقارير مبدئيه. احنا دايما بنقول ان الربيع بيحصل فيه تغير في التوزيعات الضغطيه وفي خرائط الطقس وفي التنبؤات الجويه لان تقلباته الجويه حاده وسريعه، فالتنبؤات المبدئيه اللي ممكن يحصل فيها تغيير وده اكيد طبعا لان التنبؤ بعيد المدى، الاحوال الجويه ان شاء الله مستقره وقيم درجات الحراره بتتراوح ما بين حوالي 30 درجه مئويه اعلى من 30 بحوالي درجه درجتين، فبالتالي الاجواء حاره فتره النهار معتدله في حراره الليل باذن الله. الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا ومعلوماتك القيمه دايما. شكرا لك يا فندم تحت امرك. مشاهدينا دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس اليوم وأيضا خلال الساعات القادمة، طبعا بنتمنى دايما السلامة لكل حضراتكم واتباع النصائح الواجب مراعاتها حفاظا على صحتكم. كنت معكم أنا منى يحيى، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم.